مشاكل المجتمع اكيد موجوده في كل بيت، اكل شرب عيشه ضغط الشغل والفلوس اكيد، اب ام اسره هايله للاسف ناسين، بنوته لها حدوته في عمر 16 سنه ويومين، دخلت اخطر مرحله من العمر وهي المراهقه، كي جواها طاقه عاوزه تعمل 100 صداقه، نفسها تهرب من فضاها، فبتبدا اخطر علاقه ما زي كتاب مفتوح بتدور على مين يقراها، فبدات بباباها للاسف مسافر او موجود ومش موجود، ودايما شغله المشاغل، وماما لو موجوده دايما خايفه من الاجل او بتدور على المشاكل جوه الايام اللي فاتت، فبتلجا لصحبتها يمكن دول احسن معارف، فاصبح موج الشر جارف يجري بيها للمصير التالف، فشافت واحد يحس بيها للنهار كان بيديها الاختيار، ودوه كان اسوأ قرار، من كتر المشاكل نسيت شكلي زي الايام رايحه وجايه، مفيش ولا ايدك مدت لي علشان يوم تاخد بيديا، ومعادش فاضل لي غير الشارع، ومعادش خلاص احساس بريء، انا بنت اللي خدها لسكه مفيهاش ولا شارع مفيهوش بيت، انا بنت كان نفسها تفضل زي ما هي. بدأت هنا حكايتها معاه دايما ماشيه طريقها وراه، تهرب من الكبت اللي في بيتها مع صاحبتها بتستناه، سنه ورا سنه بقت مأساه، حاولت مره انها تنساه، كان ادمانها اتحكم فيها وبقى من الصعب انها تنساه، حبت حياتها تاني وبين ايديه نسيت مشاكلها، بس كان كل احتياجها حد في وقت الشده يشيلها، بس فينها غصب عنها مش ارادتها اللي بتتحكم فيها، جرتها في حضني دي بينهاش براءتها، فتقرب الحلوه والديب مستني، فبينهاش الديب فستانها البامبي، فتصرخ البنت ما تبعد عني، رد الديب اصلك تستاهلي، وبرضه بدري اديتك حب ساعات من وقتي، وانت اللي جيتي لي بيتي وسلمت بخد اللي عاوزه وسابها تجري، وبسرعه تجري تبكي لما شاف الغدر، وحست احساس بلام ضياع، واول مره فيها بدات تبكي وتراجع في الحوار، تندم فتقتل في الافكار، ده كان بايديها الاختيار، ودوه كان اسوأ قرار، دموعها نهر دم، عماله بتفكر في الحياه من بدري شالت الهم، وهتعمل ايه طفله 16 سنه عماله بتفكر، وعينيها بتتفتح موضوع محتاج لسن اكبر، جات لها جراءه تحكي لعيلتها كل القصه، الاب نهار والام نار في القلب، لا ولسه مفيش خروج مفيش نزول مفيش شارع من تاني، دي الغلطه مش غلطتها ومن غلطتهم هي تعاني، لكن طبع الحياه كما تدين تدان، اهملته فيها فاتعمل اللي يا ريته مكان، حدمانها من التعليم مش هيفيد ولا هيأثر، والطائر مش هيكمل رحله طول ما جناحه مكسر، بالرغم صغر سنها عرفت طعم المرار، بخطوه واحده في الغلط عدت اكبر مشوار، خلصت بيها الحكايه بتوها في الافكار، فبتلجأ للهروب ودوه كان اسوأ قرار، من كتر مشاكل نسيت شكلي زي الايام رايحه وجايه، مفيش ولا ايدك مدت لي علشان يوم تاخد بيديا، ومعادش فاضل لي غير الشارع، ومعادش خلاص احساس بريء، انا بنت اللي خدها لسكه مفيهاش ولا شارع مفيهوش ديه، انا بنت كان نفسها تفضل زي ما هي.